هلو اند ويلكم. فلور كانت طلعت تجري فترة طويلة وزي ما انتم شايفين مرة تعبانة عاوزة تنام سو باد وعاوزين نشوف قصة تريندي والحاجات دي في الحمام. طبعا زي اي حاجة تانية بتتعمل في الجيم او ماي جاد كل الاكتيفيتيز بيعملوها في الحمام كريزي، فخليها تعمل سيل اوتفيت اون تريندي وخلاص. اوه الحاجات المشابهة للاوتفيت ده بتتباع 115، سو ميبي نحط 200 بما ان هي فلور، يو نو ده لبس فلور، ست فلور ذات نفسها، سو لازم يكون حاجتها اغلى شويتين. بس مش عارف ازاي نعمل له هايب وحاجات بروموت كارنت لوك، سو تعمل زي اعلان للوك الحالي اللي هي لابساه قبل ما اكشلي تعرضه وتبيعه. خلينا نعمل سيل وهي لابساه، مش عارف ايه اللي يحصل بات وي ويل تراي حظنا. طب 195 سو خلينا نحطه ب 300 ميبي. سو دلوقتي عرضنا 2 which is nice. اوسو بنشتغل على الاسبريشن برضه لانه مطلوب من ليست 5 اوتفيتس اون تريندي، او ما اقدرش اعمل وير لده دلوقتي. That's interesting. Okay, I guess نعمل سيل وخلاص، والله أعلم هو إيه. 115 let's make it 200 وتروح تنام الأخت مباشرة لأنه عن جد خلاص. مع إنه الساعة 9 PM بس بالمرة تعبانة. الحصنة كلهم لونهم أحمر. What the heck is happening? Hunger poor. Oh no 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 no. Let's do bottle feed. خلينا نروح نأكله. زاك برضو حزينة مش عارف ليه. إيش مالك يا بيبي؟ إيش في إيش في؟ الفن poor. Oh my god. حط لهم ثلاث كور يقدروا يلعبوا. Okay, they're happy now. So ممكن نعمل talk to. How's it going? Maybe brush coat. رايح ياكل. No, no, no. في حاجات أهم دلوقتي من الأكل. في حصانة هنا مسكينة وزعلانة. So go here. ونشوف إيش مالها أو ليه مش بتلعب. Ask her to play. ونختار زاق. مع إنه الكرة قدامها. قدامها. ممكن تلعب في أي وقت. But oh no. لازم حد يقول لها. Stupid. سي قلنا لها تروح تلعب بالكورة ومش راضية تروح تلعب بالكورة. في المعلومات هنا انه ممكن نديها attention او ممكن تلعب مع حصان تاني. برضو البولز اللي هي الكور دي ممكن تساعد، بعد ده طبعا الكلام ده كذب لان الكور مش بتساعد في اي حاجة. سو خلينا نعمل شوية interaction معها نسليها شويتين. وممكن اميرة نخليها تدخل competition مع بوليد دلوقتي قبل ما اليوم الجديد. لا ما نقدرش صحيح. او ماي جاد كنت اقول لك قبل ما اليوم الجديد يبدا عشان ندخل دلوقتي وبعدين ندخل بكرة تاني. ناسية قصة الكومبيتيشن من 7-7 فقط. ولسه لحد دلوقتي ما عملناش التراش ثينجي لاني مش لاقية تراش في اي مكان. تعالي اعملي شوية نكتر. Let's do maybe energy. طبعا طبعا لازم نفتكر نغير البتاع ده. اساسا ولا مرة نسيت اغيره قبل كده. جنة poor quality horse manure. poor quality لانه الاخت حضرتها هي فين؟ او راحت تجري اخيرا وتسلي نفسها لانها كانت uncomfortable، كانت مش مرتاحة، فالمنور بتاعها طلع الكواليتي بتاعته بور. شوف العباطة. بعدين افتكرت دلوقتي تطلع تجري وتسلي نفسها. اي اوري بقى عنده temperament level 3. ما يلاقوا البيبي. اي لاف انه هو جست قاعد في المنطقة دي طول الوقت مش راضي يطلع. likes nectar making. yes بتحب صناعة النكتر. اي دو وندر اذا كانت البوابة مفتوحة له. allow access to household right. كل الهاوسهولد يقدر يطلع ويدخل. انا مش فاكرة اذا كنت شفت تو قبل كده بيطلع من البوابه دي ولا لا. دايما بلاقيه قاعد جوه السور ده. وبما انه البيبي دي هنا خلينا نديها شويه اتنشن برضه. ليتس دو هاج توك تو جيف تريت وميك شور انه اكلها متعبي. يس بيرفكت انرجي اكسلنت كواليتي. ونحطه في بتاع الانرجي ويتش از ذس وان. الكوليكشن عندنا والمخزن قاعد يزيد ويزيد ويكتر ويتش از فيري فيري كول. بس لسه محتاجين كتير كتير كتير. مخلصين 19 من 50 فقط. So خليها تروح تعمل clean just craft وخلاص. No one cares. عندنا نقص في بتاع الانرجي سو خلينا نعمل انرجي تاني. اوه لوك ات ذا ليتل بيبي طالع يتمشى. So cute. وحاسس انه dazed. حاسس انه دايخ again. شكله كده هيضل طول ما هو بيبي هيضل كل فتره والتانيه يحس بالدوخه شويتين، خصوصا الكم يوم الاولين في حياته. انرجي لو هيحتاج ينام كمان شويتين. And also interaction بينه وبين ابوه وامه. Oh my god this whole thing. الوضع كله بتاع الحصنة too much for my heart. تعال
تعالي أميرة اعملي نكتر تاني بليز. عمل لنا أكل نايس ورحت تاني. لا ميهو جوتو اللي عملت الساحرة. Thank you ساحرة, thank you so much على الأكل اللذيذ. Thank you thank you. الله هتبدأ العباطة بتاعت البايكس ويطلعوا البايك جوا البيت كل شوية. Beautiful أختي دي ما تسمعش الكلام ده. Oh my god again للمرة المليون على التوالي كل ما أقول لها تعمل نكتر تبدأ وبعدين تسيبه وتروح تعمل حاجة تانية. Practice riding bike يعني لسه بتتعلم جوا البيت مش مكلفة عن نفسها تطلع برا. الأراضي اللي حوالينا دي كلها no. جوا البيت أحسن maybe عشان الدنيا برد maybe. But خلي الأخ ده يجي يعمل harvest pretty grass نعمل بيه نكتر عشان الأخت دي المحترفة ما شاء الله ما بتقعش خالص في النكتر ولا أي حاجة تعمل pretty grass نكتر لأنه عندنا ناقص في pretty grass كان عندي كتير 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 وبعته كله جمع ثلاثة بس وفقد الأمل. What is this? Grow orb I think حاجة بتتزرع برضو سو هنديها لأميرة. You know what تعالي اعملي clean بقالها كتير. لا مش انت أميرة أميرة تعالي اعملي clean بقالها كتير ما عملتش clean عادة تعمل نكتر في البتاع متوسخ وخلينا نعمل pretty grass. Oh my god بتتخانق مع الساحرة ولا الساحرة هي اللي بتتخانق معاها. That's crazy how freaking dare you. Also Rose محتاجة تروحي تاخدي شاور قبل السكول سريعا. Flower صحيت؟ No Flower لسه نايمة what the heck. أو لسه لابسة البتاع ده. What so في bug في الجيم مين كان متوقع في bug في The Sims 4 في bug بتخليني بعد ما أشيل الأوتفيت أعمل ريموف أوتفيت بترجع تلبسه تاني فعملت unlist بعدين list تاني للحاجات كلها وبالتالي دلوقتي الجيم احتسبت ان انا عملت list ل 5 outfits. ياي at least بنستفيد من البجز وبنخلص الاسبريشن right at least but my game is so laggy الفريم ريت رايح فيه بالشكل غبي دلوقتي والاخت ما شاء الله بتعمل الهومورك على الكيبورد مخترق الكيبورد ومش عارف يعني ايه بتعمل ايه بالضبط but hey ياي جنة اول طلب يعني أول طلب من الحاجات من الأوتفيت بتاعت فلاور تخيلوا مين تخيلوا مين اقرأوا الاسم فلاد فريكين فلاد عاوز يشتري واحد من الأوتفيتس اللي حطاها فلاور عشان تبعلوا الأوتفيت الحاجة اللي جاي عليها طلب بيه بالخلفية بتاعتها زي كده عليها خطوط that's cute بنعمل ship to buyer بات الأخت دلوقتي رايحة للهاي سكول سو لما ترجع من الهاي سكول هتعمل القصة دي also بقالي فترة قاعدة بلعب دلوقتي بيهم على أمل ان الفريم ريت يرجع طبيعي ومش راضي هتجنن سوف أفقد عقلي I just hate لما بتكون الجيم لاقي زي كده بتدوخني بتبقى الحركة بالمرة مرة سخيفة ومعهاش بريري جراس ثاني بيبي نعمل دلوقتي شوية بوتيتو لأن الأخ ده قاعد بيعمل هارفست جمع 14 already oh my god شايفين الدنيا ازاي لاقي بسحب الدنيا ما بتسحبش اللي بعدها بنص ساعة I hate everything مش عارف عمالة أعمل كده فضيت البتاع ده وهيوها فضيت ثاني وما فيش شي فايدة الفريم ريت بالمرة رايح فيها حاجة تنرفز بس شوفوا كمية الحاجات اللي عمالي لقيها مستخبية واو وعملت شيء حاجات زيادة أكتر وأكتر كل ده في شوية العشب ما شاء الله أعتقد كده بيكفي خلاص خلي الحصانة تاكل براحتها أو كمان انجرح كمان زعلان عشان في حد بيكرهه موجود بالقرب أكيد سيج لا بس ما فيش شي sentiment I don't know أي قصة الأخدة مش عارف ليه بيكره الناس كلها ومعه مشاكل مع كل الناس شوفوا وصلنا ل 24 so almost النص معنا 9 potato I think potato معنا أكتر حاجة فيه والgrape 8 والgrass 8 برضو اوكي سو المفروض نعمل نركز اكثر على الستروبري والتفاح I think also دايمن لقى 3 في البريري جراس سو هنحطهم هنا في صندوق الحاجات اللي بنلاقيها وطبعا الحاجات دي كلها هنديها لأميرة اكثر حاجة moderately aged سو هنستنى اكثر كمان الاخت دلوقتي حالتها مش كويسة وعاوزاها صراحة تروح تدخل كومبيتيشن مع واحد من الحصنة عاوزة تاكل عاوزة هايجين وعاوزة انرجي عارفين هعمل ايه او ماي جاد هديها كل البوشنز اللي في الدنيا we have hygienic serum so pretty much بتشربه بتبقى نظيفة على طول بدون شاور crazy وبعدين في بتاع الانرجي بتاع الانرجي مش زي بتاع السليب الانرجي بيخليها very energized بيخليها نشيطة بس مش بيزيد الانرجي هنا والمفروض ان في واحد لاستبدال الاكل بيعبي الهانجر المفروض او يمكن انا ملخبطة لا maybe ما فيش حاجة للهانجر المهم يبقى نخليها تروح تبي ومش لازم تاكل لما ترجع من الكومبيتيشن تبقى تاكل وقبل ما انسى نحول على الاسبيريشن التاني هدخل
كل ما زاج المستوى المتوسط من الجامبينج، كل حاجة تمام ما عدا الجامبينج اللي هو الأساس في الموضوع كله، هي عندها 3 والريكومندد 5، حتفضل خلاص وإحنا وحظنا ونشوف هناخد وات. حتى لو أخذنا المركز الثالث يعني عادي مش مشكلة، المهم دخلنا كومبيتيشن، لأنه دخلنا 5 من 15 لسه المفروض ندخل 10 كومبيتيشن كمان بحالهم، والهورس رايدنج سكيل لساتنا 5، يعني مش عاملين كويس تو ماتش في قصة الهورس رايدنج ثينجيز، بس في حاجات النكتر أعتقد عاملين أحسن شويتين. أو خلي الزبالة، ويت إزاي خليها تسيب الزبالة؟ لو عملت ريسيت، يس بيرفكت، حطها في المصنع وهوبفولي ما تختفيش تاني، I swear to God لو حد سرقها. بس بما إنه أميرة مشغولة في الكومبيتيشن هخلي دايما هو اللي يجي يعمل هارفست أول، لأنه الهارفستينج مش بتفرق إذا كان السم السكيل بتاعه عالي ولا لأ في الجاردنينج. عندنا ديث فلاور كمان سو هنزرعها هي برضو، هي بما عندنا 3 ديث فلاورز، بس طبعا أميرة هي اللي تزرعها مش دايما. Oh my god again with this bug. Okay I'm gonna cheat because عن جد قلت أدب. Dude كمية البوغز اللي في الجيم عن جد مش معقولة، وأنا دلوقتي أساسا يعني متصبة من الجيم بزيادة بزيادة بسبب الفريم ريت. ايه خدنا جولد ميدل، look at that. Good job زاج وأميرة، good job. في حاجة تانية خربانة هنا في النباتات. Oh الشجر. اوكي صحيح الرانش هاند جات النهارده تعتني بالدنيا ولا لا؟ اي كان سي انه الحيوانات كلهم وضعهم اوكي، مع انه مش شايفاها يعني حوالينا في مكان، او ما اقدرش اعمل فوكس ذا كاميرا، معناته مش موجوده على اللود دلوقتي. لو رحنا على الهوم اب مفيش خيار ديسمس رانش هاند، معناته مفيش رانش هاند. انذر بج حاصل في الجيم، فريكين رانش هاند كل ما اجر واحده وكل ما اطلب سيرفيس رانش هاند الجيم تحذفها. يو ثينك الباتلر هي عامل مشكلة؟ نتخلص من الباتلر صراحة، عامل ديسمس باتلر صراحة يعني، لأنه من زمان والباتلر فيها باجز. هنتخلص من الساحرة أخيرا، تعبير وشها بيرفكت. مش هممها حاجة لأنها عارفة أن هي هترجع تاني بشكل أو بآخر بالسحر بتاعها. أو ماي جاد وات، حتى ده الانتراكشن ده ما تعملش. أو ماي جاد الجيم مش راضية تعمل ديسمس. السحر انتشر في كل مكان، كل ما عمل الانتراكشن ما يحصلش. وات the heck is happening؟ like literally عمالة تعمل كل حاجة، listen to fan وبابارازي وبتطلع الكورة بتعمل كل حاجة، بس اروح على dismiss butler service مش راضية تعمل interaction. wait hold حطته في الكيو actually، وبعدين واقفة مش راضية تعمل، قاعدة تتأمل في لا شيء، وبعدين يب مش بتعمله. oh my god wait ماذا عملت لها هي؟ reset. واي ابتعد you freak. yeah الرانش هاند بقالها فترة مش موجودة في الدنيا كلها، هنا متوسخة محدش بيلم المنور ولا اي حاجه. حاسه السيف فايل ده هينفجر كمان شويتين. سو لما كنا بنقول عليها ساحره كان مش ميمز كده وخلاص، لا الموضوع عن جد، طلعت الاخت فعليا حرفيا ساحره. سوات مش هنعرف نتخلص منها، لازقه في البيت forever and ever and ever، والرانش هاند كل ما نطلبها تختفي. beautiful game ها، beautiful game. I hate اني اوقف على حاجه نيجاتيف زي كده وحاجه سلبيه زي كده، بس بصراحه مش قادره استحمل الفريم ريت، it's just too much for me. so هوقف الفيديو كده النهارده. hopefully بطريقة ما تكونوا استمتعتوا، مش عارف ازاي but hopefully تكونوا استمتعتوا بشكل او باخر. ما تنسوش تعملوا لايك شير سبسكرايب and all that، وهشوفكم المرة الجاية ان شاء الله. باي باي.